والآن السيدات والسادة الحضور الكرام، ما يسعدنا أن نرحب بشخصية استثنائية تتألق في عالم الاقتصاد، عملت بلا كلل لدعم الاستثمار في وطننا الحبيب. شخصية مؤثرة في العديد من القطاعات ورائد بارز في مجال التطوير العقاري. عشقه للرياضة ودعمه للتعليم يجعله مثالاً ونموذجاً للإلهام والنجاح. فنرحب معاً برئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز السيد ياسين منصور. شكراً جيسي، ثانك يو. أنت هتخليني أتغر كده بعد الكلمتين الحلوين دول. دولة رئيس مجلس الوزراء، حضرتك مشرفنا النهاردة، سيد نائب رئيس مجلس الوزراء، السادة الوزراء، ضيوف يعني العزيزين جدا علينا السيدات والسادة، بشكركم على تشريفكم النهاردة لافتتاح جامعة بادية. الحقيقة بادية هو مشروع من 38 مشروع قامت بيهم بالم هيلز على مدار السنين، ولسه بنطور ولسه مكملين بإذن الله، لكن هو الحقيقة أكبر مشروع. المشروع ده أنا اللي بيسعدني فيه أكتر حاجة إن هو شراكة مع الدولة المصرية، ويمكن كان دولة رئيس الوزراء هو وقتها وزير الإسكان، ابتدينا معاه المشروع، كملناه مع الدكتور عاصم، ودلوقتي مع الوزير شريف الشربيني مكملين، وبنوعد حضرتك إن شاء الله ده يكون حاجة يحتذى بيها كشراكة ما بين القطاع الخاص والعام، لأن ده الحقيقة هو مستقبل بلدنا. الحقيقة احنا ما جينا ما كناش نقدر نوصل ولا نفتتح الجامعة، لازم أقول أدي لكل حق ده حقه، إنه ما كناش نقدر نوصل بدون مجهود الدولة. الحقيقة زي ما احنا شايفين الدولة المصرية عملت إنفراستراكتشر لا يضاهى، مش عايز يعني أبان إني متملق لأني مش متملق، لكن في بعض الأحيان أفضل من بلاد أوروبية وإيفن حتى أمريكا. الإنفراستراكتشر جامد جدا، النهاردة الطرق بتربطنا بتربط غرب وشرق القاهرة، يمكن من هنا للعاصمة حوالي 40 دقيقة، ده زمان كان ممكن نقعد فيه 3 ساعات يعني. فأنا بشكرهم طبعا على ده، وده اللي بيمكننا النهاردة أن احنا نوصل للي احنا فيه. الحقيقة احنا لما جينا نبتدي المدينة دي احنا كنا متعودين دايما بنعمل جيتد كوميونيتي، لكن ده كان التطور الطبيعي ان احنا نكبر ونعمل مدينه متكامله. لما جينا نعملها قلنا لا، احنا عايزين نعمل حاجه مش موجوده في بلدنا، وقلنا هنعمل حاجه تتبع السستينابيليتي، يو ان دي بي سستينابيليتي جولز، ولازم تبقى مدينه مستدامه وذكيه. ناس كتيره جدا بيتكلموا على ان مدينه مستدامه ومدينه ذكيه، احنا حطينا تارجتس واضحه جدا. التارجت هو ان انا بقلل المصاريف المعيشيه لكل قاطني هذه المدينه بنسبه من 20 ل 30%. ده انا ممكن بقى اقعد اتكلم طبعا، مش عايز اطول على حضرتك، انا عارف حضرتك لسه راجع من الصين فالحمد لله على السلامه، لكن ممكن اقعد اتكلم ساعتين في ايه الحاجات الديتيلز اللي عملناها. الحقيقه استراتيجيه بالم هيلز احنا احنا فعلا مطورين عقاريين وبنفتخر بده، لكن النهاردة احنا بنتبع استراتيجية مختلفة وبنضيف لده. احنا يمكن بنتكلم في 3 محاور رئيسية. 1 التعليم، بنتكلم في التعليم المدرسي. احنا يمكن افتتحنا اول مدرسة السنة اللي فاتت في مشروع اسمه الكراون في غرب القاهرة، واحنا بننوي عندنا خطة طموحة لافتتاح 10 مدارس في مصر. في نفس الوقت ابتدينا نبص على التعليم. الحقيقة بدأت العلاقة طبعا مع الأخ محمد رشيدي ومجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة بتاع تعليم هنا الأخ هشام جوار، وأعضاء المجلس كلهم أصدقاء أعزاء. فالحقيقة رحنا شفنا هما بيعملوا إيه، لقينا ليفل ممتاز جدا من التعليم، وحسينا إن ده حاجة بلدنا لازم نديها لبلدنا. تاني أنا بوافق في اللي اتقال إنه يجب فصل الملكية من الإدارة. أنا ماليش في التعليم، أنا أصلاً تعليمي على قد يعني. فالحقيقة أخذنا الخطوة دي، واللي أسعدني جداً لما لقيت أنه التنفيذ اللي حصل أن في أقل من 11 شهر
الجامعة دي تقوم. احنا بتوع مباني وكده، لكن الانبوت بتاع محمد الرشيدي الحقيقة كان بيك كاتاليست في الموضوع ده. طبعا بتزيد من الجامعة العلاقة اللي هي مع University of Texas. لو تسمحوا لي بس هقول كلمتين انجليزي، ان I would like to thank the University of Texas team for their presence today and their invaluable partnership with Badia University to drive innovation and excellence in education, not only in Egypt but also in the region. تاني محور لينا هو السياحة. احنا الحقيقة في السياحة بنهدف ان احنا عندنا حاليا حوالي 1000 غرفة، بنطمع ان احنا نوصل ل4000 غرفة في خلال العشر سنوات القادمة، وشايفين دي حاجة بلدنا محتاجاها، لأن مصر طبعا محتاجة دايما يبقى فيه عملة صعبة، ودي من أسهل حاجات. احنا عندنا يمكن أحسن جو في العالم، وكل أثار 60-70% من أثار العالم موجودة في بلدنا، ولا يصح ان احنا نبقى حاليا في 15 مليون سايح، وعارف ان الحكومة عندها هدف طموح ان احنا بإذن الله نوصل ل50 مليون. فاحنا عايزين نكون يعني حاجة صغيرة ونحاول نساعد الدولة. المحور الثالث هو الرياضة، ويمكن سيادة الوزير مشرفنا، احنا الحقيقة من داعمي الفريق الأولمبيك تيم المصري، واحنا عندنا حاليا نادي اللي هو نادي بالم هيلز، بنفتح نادي الشهر الجاي في القاهرة الجديدة. في نادي بادية هيبقى على حوالي حاجة و90 فدان، وده هيبقى من أكبر أندية في غرب القاهرة، وهنفتح نادي في الساحل الشمالي. هدفنا هو الآتي، ان احنا بنركز في الألعاب الفردية، لان شايفين هي دي اكتر حاجة ممكن ترفع اسم بلدنا دوليا، وده اللي احنا بنطمع فيه. وعندنا هدف اخر هو ان احنا ولاد الاعضاء عندنا كونسلتنتس سواء في مصر او في الخارج، ان احنا ازاي نساعد نجيب لهم سبورت سكولرشيبس سواء هنا في بادية او في جامعات عالمية. فده هدف بالنسبة لنا برضو، ده المحور الثالث. في نفس الوقت طالما اتكلمنا عن المنح، احنا هنطلع منحة لجامعة بادية، يمكن احنا اعلنا عنها من حوالي لو مش غلطان 5 أيام، جالنا لحد دلوقتي 50 متقدم، فبنوعد ان احنا ان شاء الله هنحاول نقبل as much as possible. يعني تاني بحب اتوجه للقيادة السياسية والمجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى، ما كناش نقدر نوصل من غيركم، وعايزين نكمل بيكم إن شاء الله، وشكرا لكم. شكرا.